دلوقتي مع حضراتكم هنزور واحدة من أكبر مزارع الفاكهة الاستوائية في مصر، مساحتها 100 فدان وفيها أكتر من 12 صنف من الفاكهة الاستوائية، وزرعها الحاج محمود البرنسي، وهو واحد من أهم المزارعين في منطقة وادي النطرون. خليكم معنا. حضراتكم دلوقتي في واحدة من أكبر مزارع الفاكهة الاستوائية في مصر، مكانها في قلب وادي النطرون، ومزروعة بحوالي 12 صنف من أشجار الفاكهة العجيبة زي الدراجون فروت والليتشي والأفوكادو والموز الأحمر والقشطة والجاك فروت، والتجارب مستمرة على الباشون فروت والليمون الكافيار والبابايا والمكاديميا والبوباب الأفريقي والبومبي. ومحدش يسألني إيه الفاكهة دي، لأن كل اللي أعرفه عنها إنها لما بتيجي مصر مستوردة الكيلو بيوصل لأكتر من 600 جنيه. صاحب المزرعة هو المزارع المخضرم محمود البرنسي، خبير ومتخصص في المحاصيل البستانية زي الموالح والخوخ والبرقوق والمشمش والرمان، لكن شاف مزارع الدراجون فروت في برنامج الجدعان فقرر يحول 100 فدان من أرضه لزراعات استوائية، وبقلب حديد وخبر السنين بدأ الزراعة. وخلي بال حضراتكم، قال البرنسي مش بيدخلوا مشروع إلا ودرسينه كويس، وده اللي شفناه لما دخلنا مزارع الجاموس بتاعت المهندس الزراعي حمد البرنسي اللي بيربي حوالي 1000 راس جاموس تسمين في مزارع نموذجية، وهو أخو الحاج محمود البرنسي، لكن كل واحد متمسك بنشاطه. الحاج محمود مزارع من الدرجة الأولى، والمهندس حمدي من أعمدة الإنتاج الحيواني في وادي النطرون. النهاردة الحاج محمود البرنسي بينفذ واحدة من أكبر مزارع الفاكهة الاستوائية، وبينتج دراجون فروت وأفوكادو بشكل جيد جدا، وعنده مشتل ضخم لإنتاج شتلات الدراجون فروت الأحمر والأبيض من أول عمر سنة لغاية شجر الدراجون فروت الطارح. تعالوا نقابله. خلينا نبدأ من البداية، إيه اللي خلى الحاج محمود يتجه للزراعات الاستوائية؟ وخلي بالك أنا ما أمسكش ورقة وأنا بكلم حد، ولكن معاك أنا لازم أمسك ورقة، لأن كل الأسماء عايز أختبرك فيها، مش عايز أنسى حاجة. نبدا البدايه هنا ازاي؟ البدايه انا شفت برنامج لحضرتك في ايفا جروب بيتكلم عن الدراجون فروت، تمام؟ بدايه المزرعه دي كانت جدعان؟ لا، الجدعان في الدراجون فروت، تمام، واخد بالك؟ ففضلت اسال وعملت ابحاث وكده عن الموضوع ده، وسالت مزرعه ايفا جروب ارمانيوس، تمام، مهندس منير ارمانيوس، تمام. فيعني فضلنا سالنا، عرفنا انه الدراجون فروت يشتغل في جو في المناخ المصري، مش بكفاءة برة برضو، بس يعني حتى لو 80% هيبقى كويس. انت عندك هنا 100 فدان، منهم حوالي 22 فدان موالح صيفي بالظبط، يعني عندك مثلا 78 فدان كلهم هتخصصهم للزراعات الاستوائية في المرحلة الخادمة ان شاء الله، هنخصصهم في الحاجات دي. انا شايفك انت ممكن تخلع الموالح كمان وتشتغل بالظبط ان شاء الله، هنتلاحها برضو ان شاء الله، وهتركز خالص في الباشن فروت والحاجات الاستوائية كلها. هنبدأ فيه الحاجة اللي نلاقي مناخها ماشي ماشي في مصر، لا هنشتغل عليه. بتعرف منين موضوع المناخ ده؟ يعني مثلا الدراجون فروت نافع في الاسماعيليه، احنا فرق درجات الحراره بيننا وبين الاسماعيليه مش كتير، لو نجح في الاسماعيليه ينجح عندي هنا، نجح في الوادي ينجح عندي هنا، احنا شغالين على كده. الافوكادو كذا نوع عندك؟ كذا نوع، عندي خمس انواع. خمس انواع اللي هم الفيورتي والهاس والريد والايتنجر والبنكرت. احسن نوع البنكرت معاك انتاج؟ البنكرت هو احسن نوع وماشي السوق هنا حلو في مصر. كويسه. الدراجون فروت طريقه الزراعه ازاي، وليه جمدت قلبك في الدراجون فروت تحديدا؟ والله اسعاره كويسه ماشي، وزرعته عاديه يعني بيتاخد من ارضك هنا بكام؟ بيتاخد في حومه ال 100 جنيه يعني كده، بيطلع من هنا كيلو بحوالي 100 جنيه. 100 جنيه بيتباع ب 600، ما هو يبيع بقى الله يسلمك، شوف السوبر ماركت بيستوعب في كارفور والحته دي ب 600. بيبقى محلي مش كده؟ محلي؟ لا محلي، والمحلي احسن من المتصور. بس عندك النهارده كم شتله بقى دراجون فروت؟ انا عندي حوالي 20,000 شتله، ولو عايز نعمل 100,000 شتله الصبح نعملهم ما فيش مشكله. هو اي فرع طارح بيبقى شتله؟ ينفع يبقى شتله مش كده؟ بينفع يبقى شتله. فعندك استعداد تعمل لغايه 100,000 شتله؟ بالظبط، هيكون في عوزات نعمل على طول يعني ما فيش مشكله. هو الفدان بيشيل كم شتله في الدراجون؟ الفدان بيشيله من 1000 ل 1200. 1000 ل 1200 شتله، كل واحد يعني في كذا طريقه للزراعه يعني.
في ناس هو في الري بتاعه زي الصبار كده ما بيحتاجش ميه كتير. لا يعني دي برضو مقوله مش مظبوطه قوي، حته انه بيحتاج في الصيف بيحتاج ري كتير، يوم ويوم اللي عايز ري هنا في الاراضي الرمليه دي، في الاراضي الرمليه يوم الراجل عايز ميه، عايز ميه بس مش بيتحمل ملوحه قد ايه؟ بيحمل ملوحه لغايه 3000 جزء في المليون. والله ويدي طرح، ويدي طرحه بس طبعا اللي في المياه الحلوه احسن برضو من ايه طبيعي. يعني كل ما تعلى المياه كل ما تطلع هيقل. بالمناسبه واجه الحاج محمود البرنسي مشكله كبيره مع الدراجون فروت الابيض، ما كانش عارف يلقحه، الميسم عالي وحبوب اللقاح في الزهره منخفضه وبالتالي التلقيح بيفشل، لغايه ما لاحظ نجاح التلقيح لو جنب عود الدراجون الابيض عود دراجون احمر، وفورا عمم التجربه في المزرعه كلها. الدراجون فروت معروف ان في النوع الابيض بالذات في مشاكل في التلقيح. التلقيح بالظبط. تمام كويس انك كملت عليا. هو الزهره بتاعته يعني مشكله النوعيه غلبت عليها ازاي؟ دي بيلقحوه باليدوي كده وسهل ابيض. وسهله مش كده ان التلقيح عندك كويس. في بقى الميسم بتاع الزهره بتاعه الدراجون الابيض بيبقى طويل عن حبوب اللقاح وبيبقى تحت كده. والميسم الزهره بتاعته فحتى للنحل ما نجحش فيها، لان النحل بيجي عايز البودره وخلاص، ما يشغلوش حاجه تانية غير انه يلم البودره بتاعت اللقاح دي. الدراجون فروت ثمار بس ولا ممكن تعمل بيه حاجات مصنعه؟ لا ممكن يخش في عصائر، يخش في حاجات في مربات، في حاجات زي كده يعني. الافوكادو تمام زراعته سهله ولا صعبه؟ لا صعبه، الافوكادو صعب. الافوكادو صعب ما تنصحش بيه؟ لا يعني يعني الشجره شجرته مش سهله على بال ما تطلع وتنتهي. شتلاته متوفره في مصر؟ متوفره في مصر. متوفره في مصر، في ناس معينه تتصق فيهم ولا عندك انت الشتلات؟ لا انا والله الشتلات افوكادو ما عنديش منها. موجوده في المشاتل؟ موجوده في المشاتل بس موجوده يعني. الليمون الكافيار وصل لمرحله ان مره سمعت ان الشتله ب 10000 جنيه، ليه؟ لان هو من نوادر برضه هنا، وبعدين مطلوب الثمره بتاعته غاليه. مش ليمون عادي ولا لا هو ليمون يعني بتلاقيه شكل، تفتح الليمونه كده تلاقي شكل كافيار بالظبط، من الكافيار بتاع السمك دي حبوب كده يعني. بتعمل بيها ايه دي؟ والله المطاعم الفنادق الكبيره بتاخده، الناس اللي برضه في طبقه معينه شغاله عليه. ده بكام بقى عشان اشتري شتلته ب 10000 جنيه؟ ويقال ان الكيلو بتاعه وصل ل 100 جنيه في مصر هنا في ارضه. واحنا بنستورد الكلام ده من بره؟ بنستوردوها. البابايا، البابايا ما بنسمع عنه بافلام الكرتون. جبته انت هنا؟ جايبين زرعين شجرتين برضه لسه كده. انت كل حاجه بتجرب صح؟ بنجرب الاول سنه، نجرب لقيتها ماشيه كويس نفتح فيها على طول. المكاديميا المكسرات، مش المكاديميا دي عايزه بروده؟ هتزرعها هنا ازاي؟ لا هي نجحت في مصر، عند ناس في اكتوبر زارعينها وانتجوا منها انتاج كويس. الى منها مكاديميا؟ انا شريت منها مكاديميا، انا شاري منها مكاديميا. طب والبروده والحاجات دي بيضحكوا علينا مثلا يعني؟ لا مش موجود. هي مش هتبقى بالكفاءه بتاعت بره مثلا. في المناطق بتاعت بس هي لو وصلت 70-80% انت تمام كده. ايه بقى حكايه البوبات الافريقي ده؟ انت عامل شجره عظيمه جدا وبتولد عمرها يا دوبك 3-4 شهور. دي موجوده في افريقيا. شجره معمره وشجره كبيره وبتجيب ثمار ولها فوائد يعني، في بتدخل في الادويه وكده. البومبي بقى، البومب دي ثمار فاكهه بتتاكل يعني. ايه اللي بيميز شتلتك بتاعت الدراجون فروت؟ احنا بنطلع عود شتله بنصرفه عليه، عود شتله بيطلع متر واخد بالك بسمك معين يعني، شتله بتاخدها بتبشر في نفس السنه. الحاج محمود البرنسي شريكه في زراعه الدراجون فروت شاب اسمه عبد المنجي عفيفي، اتخرج في كليه اصول الدين بجامعه الازهر لكن متخصص شتلات، لدرجه انه قدر يتقدم لمركز البحوث الزراعيه بصنف جديد من الدراجون فروت وسماه دراجون مونجي، واستنبطه من أشجار دراجون موجودة في مصر من 70 سنة على الأقل، وكان بيسميه المزارعين الصبار الإسرائيلي، وعلى فكرة هو مسؤول التسويق في المزارع. أستاذ عبد المنجي عفيفي، حضرتك شريك الحاج محمود في الزراعة تمام؟ تمام. وماسك تسويق الثمار اللي بتطلع مزبوط في كل الزراعات اللي هي الاستوائية في المزرعة مزبوط، وكمان أول واحد تفكر أنك تسجل صنف مونجي دراجون. تمام. بقى عندنا صنف مصري؟ إن شاء الله. إحنا بدأنا التسجيل الكلام ده من حوالي سنة ونص، والروتين والإجراءات الطبيعية مش روتين، دي أبحاث بتتم عشان نتأكد من نقاء الصنف وثباته وكل حاجة بالظبط كده ومقاومته للأمراض وهل في أمراض جديدة ولا لا، عشان نحمي حتى الزراعات التانية، فبياخد وقته وإن شاء الله ناخد قرار والزراعة عليه قريب. الصنف ده مميزاته إيه اللي خلاك قلت إن أنا أسميه أنت سميته باسمك صح كده، وإنك تدخل تسجله كمان، إيه مميزاته؟ الصنف ده مميزاته ان هو الحمد لله وصل معنا اعلى سكريات في العالم، وصلت ل 21 بريكس، ودي في الابيض مش منتشره مش موجوده خالص يعني. الابيض معروف ان هو ماسخ سنه
من 14 ل 16 ده المسكر فيه. لكن ده ميزته ان سكرياته عاليه وكمان الشيلف لايف بتاعه عالي جدا. يعني احنا وصلنا ل 45 يوم بيتخزن في الثلاجه بيطلع بنفس الجوده وهو مقطع. طيب الدراجون فروت تسويقه سهل ولا صعب؟ دراجون فروت اصبح السنه دي سهل جدا مقارنه بالسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. ازاي؟ شعبيته كترت جدا، اصبح الطلب عليه كتير، اصبح في محلات فاكهه بتعمل نموذج جديد اللي هو عايزه الاكزوتيك فروتس، فخلاص كله بدا يشتغل في الايه في الدراجون. احمر ولا ابيض الاكثر المبيعات؟ الاثنين، الاثنين، ولو في اصفر كمان بيسوقوا كمان. في هنا اصفر ولا مفيش؟ احنا لسه جايبين شتلات فنبدا فيها السنه الجايه زراعه ان شاء الله. هو مبيعاته مهمه عشان في ناس بتقول لك ان هو بيكافح خلايا السرطانيه، تسويقه فين؟ هل مجرد كافيهات بس ولا مطاعم وسوبر ماركت والكلام من ده؟ بس احنا بالشكل اللي انا شايفه ده احنا عندنا مساحات توسعات كبيره جدا هتحصل الفتره اللي جايه في دراجون فروت، هنوديه فين؟ هو الدراجون مختلف شويه عن الفواكه التانيه، بحيث ان احنا مثلا بناخد جمعه كل 20 او 25 يوم. تمام. فبيتوفر مثلا في خلال اسبوع واحد. فعلى الدوام فيه عجز. مسؤول صوب الشتلات في مزرعه الحاج محمود البرانسي هو ابنه اشرف محمود البرانسي اللي تخرج في كليه الحقوق ولكن تفرغ لاداره المشتل اللي طاقته بتوصل ل 100,000 شتله دراجون فروت، وزي ما احنا عارفين الفدان بيشيل 1000 شجره دراجون. تعالوا نقابله. خليني اسالك، اخد ازاي الشتله بمواصفات تكون متميزه عشان تنتج في نفس السنه او السنه اللي بعدها؟ احنا لما بنيجي ناخد الشتله تمام بنروح على الخلف الجديده. تمام. بس مش اللي عمرها صغير، مش الضعيفه، بناخد الخلفه القويه. تمام. دي انتج شتله، والخلفه الضعيفه لو انا مش محتاجها بنزلها، ما بستغل يعني ما بستغلهاش باخد هل بتاخد اللي طرحه او اللي طرحت قبل كده؟ باخد من شجره طرحه. بتاخد من شجره طرحه؟ اه، يعني الاصل عندي طارح انا باخد منه انتاج. يعني ام طرحه بالظبط. اه، بناخد منه انتاج. ماشي. ده تاكيد ان يعني ان الشتله تبقى اللي ياخدها مني ما ينضرش او تمام. ما يقولش بنقول له ادي الثمره موجوده اهي، الثمره موجوده ودي متاخده من نفس العينه دي. تمام. طبعا بتقعد الشتله عندي سنه، فاللي بياخدها يعني بياخدها تقعد عنده سنه كمان يبدا الظهر ياخد منها انتاج. ايه المعاملات اللي بتتم على الشتله دي عشان تقدر تسلمها لي سليمه 100%؟ بنبدا بناخد العقله تمام، وبنجيب رمل وسماد، سماد عضوي. تمام. بنخلط الاثنين على بعض وبنحطها في اكياس كبدايه. مجرد تغرزها بس كده؟ طبعا بنغرزها وبنشيل لو في بقى يعني في اي عيوب فيها، في لطعات، في عفن، اي مشاكل موجوده بنقضي عليها من البدايه. تمام. بحيث ان العود اللي ياخده بعد كده ما فيهوش اي عيوب. بتطمن ازاي ان الشتله دي جاهزه للبيع؟ انها تكون مثلا سنه كامله عندك. اه، يعني من 6 شهور لسنه. ما تبقاش شتله غير بعد من 6 شهور لسنه؟ من 6 شهور لسنه. ده في هدف في دماغك يعني؟ هو بص، هو الزراعه كلها جديده فاحنا لسه بنفهم. هل في هدف في دماغك يعني؟ اكيد طبعا، هدف ان انا ابقى مميز، يبقى شتلتي مضمونه، يبقى اللي ياخد من عندي حاجه يرشح لي غيره. مزرعه الحاج محمود البرانسي نموذجيه في وادي النطرون ومليانه اسرار، وكلها تجارب على انواع كتير من الفاكهه الاستوائيه والمحاصيل الحقليه اللي ما نعرفش عنها حاجه لانها برضو استوائيه، لكن لانه مزارع شاطر هينجح وبصوره كبيره جدا. ومساحات الدراجون فروت والافوكادو والقشطه والعنب خير دليل. جدع يا حاج محمود.